السلام عليكم طلبتنا الأعزاء بالفصل الخامس وهو Timing and Control of a Simple Computer. طبعا تكلمنا عليه بس صراحة أسوي لكم شرح مختصر على المحاضرة الخامسة وهي المحاضرة الأخيرة اللي موجودة بالمعمارية. طبعا هنا the timing for all register in the basic computer is controlled by a master clock generator. The clock clocks do not change the state of the register unless the register is enabled by the control signal. طبعا احنا تكلمنا عليها ووضحنا هذا الامر، يعني احنا اللي نتعامل راح نتعامل ويا signal ويا clock، هاي تتغير باعتمادا على السيجنال اللي تجيني. فاحنا اللي نتعامل ويا الحاسبه عندنا باينري وعندنا ايضا سيجنال. فمثل ما تشوفون هنا أنا طلاب، مثل ما يعني هنا أنا يقول لك show the encoding of the bit sequence، عندك تتعامل ويا الباينري. الباينري عندك هنا الفولتج وعندك هنا التايم. بالنسبة للواحد دائما صاعد، أما بالمرحلة الزيرو يكون دائما نازل. فهنا اعتمادا على الرقم اللي ينطيك إياه الباينري، إذا كان واحد يكون على رقم واحد، وإذا كان صفر يكون ويا الخط. هاي باعتمادا على السيجنال اللي موجودة. هاي المسألة الأولى اللي أتكلم وياكم عليها. والمسألة الثانية هنا طبعا جدا مهمة، جت العام بالفاينل أيضا. هنا draw the space time diagram of six segment pipeline shown the time takes on process and eight register. فهنا عندنا draw the space time diagram of a six segment pipeline showing the time takes to process eight tasks. فهنا عندنا القاعدة مالتنا طلاب ثابتة، هي ال k زائدا n ناقصا واحد. ال k زائدا n ناقصا واحد. دائما دائما احنا عندنا ال k هو ويا السيجمنت، عندنا ستة زائدا ال n هو دائما البروسس، ثمانية ناقصا واحد. ايش قد يساوي لنا هنا؟ يساوي لنا 13. يعني شنو معناته طلاب؟ يعني معناته انا راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي 13 جدول عمود، عفوا راح يصير عندي 13 عمود بالنسبه للسبيس تايم دايجرام. ابدا من الواحد الى ال 13، شنو اخلي بداخله؟ راح يكون عندي سيجمنت. السيجمنت مين اجيبها؟ هو منطيني اياها وين؟ بالسؤال. منطيني ايش قد؟ 6. منطيني 6. فاجي هنا أنا 1 2 3 4 5 6. فهنا شلون ابدي؟ ابدي كلها بالتي، لكن تي الى وين اتوقف؟ اتوقف باعتمادا على الان اللي منطيني اياها. على الان اللي منطيني اياها. يعني منطيني 8 ابدي من التي 1 الى 8. شوف بالمرحله الاولى ابدي من التي 1 الى تي 8. بالمرحله الثانيه هم ابدي بالتي 1 بس مو من المرحله الاولى، ابدي من من رقم 2 الى 8. الثالث نفس الحال، ابدا من رقم 3 الى ما اصل رقم 6 وهو الى رقم 13. هذا طبعا بالنسبه للسبيس تايم دايجرام. اتوقع واضحه للكل وشرحناها البارحه. هسه نجي على السؤال اللي بعده. هنا طلاب ندخل بصلب الموضوع مباشره. هنا شوف شوف هنا عندك الاكزامبل. هنا ذا بايب، هنا لينا بايب وذ فور ستيج بروسس. يعني شنو عرفتها؟ بان الان مالتي ايش قد؟ الان مالتي الف. الان مالتي الف، وهنا البريود مالتي 60 نان سكند. هاي طبعا 60 نان سكند، يعني هنا نزلتها بالتي بي. والكي انا منطيك اياها هي 4 ستيج، هو ايش قد؟ هذا الاربعه. هسه يريد من عندك اكسكيوشن تايم سبيد اب افشنسي والثروبوت. هنا طلاب شوف انتبه علي بسهوله. نجي اول شيء على الاكسكيوتن تايم.
على القاعدة مالتنا، بس تحتاج أن تعرفون القانون مالتك. القانون مالتك هو عندك هنا التي بي يساوي لنا الكي زائد ان ناقص واحد في التي بي. اجي على التي بي هنا عندي 4 زائد الف ناقص واحد في 60 في 10 اس ناقص 9 60 هنا 0.18 سكند. شوف هسه اذا نجي لو نجي هنا على الكولكليتر يعني يكون تطبيق مباشر لك، تطبيق مباشر. نجي هنا على الكولكليتر ونشيك الارقام اللي عندنا. شوف هسه انا عندي هنا هنا 103 في 60 ويساوينا 60018. طبعا 60.18 او تكتب 60180 ماكو مشكلة، في 10 ناقصا 9 هذا للنان سكند. السبيد اب نجي هنا السبيد اب هذا. فهنا عندنا طبعا القاعدة مالته يقول تي ان بي على كي زائد ان ناقصا واحد في التي بي، وهذا بالنسبة للسبيد اب. شوف التي ان بي من نجيبه، هو يساوي ان الان في الان في التي ان، والتي ان يساوي ان الكي في التي بي. هذا بالنسبة اذا اريد اطلع تي ان بي. فاني هنا اجي طبعا القاعدة مالته تقول تي ان بي الان في التي ان، تي ان من هنا كي في زائد عفوا في التي بي. فاجي الان انا جد مطلعها الف، هاي الف في الكي انا عندي 4 والتي بي ثابته عندي هو 60 في 10 اس للقوه ناقص 9 على كي زائد ان ناقصا واحد في التي بي 4 زائد الف ناقص واحد في هنا 60 في 10 ناقص 9 ويساوي لنا 3.988. هنا طبعا تقدر هذا تختصره، هذا تختصره، تقول الف في 4 4000 على 103، تجي هنا تحسبها بالحاسبه هنا 4000 تقسيم 103 ويساوي لنا 3.988. هذا بالنسبه للسبيد اب. روح نتحول بعدها وهي الافشنسي. الافشنسي سهله جدا، عندنا الان على كي زائد ان ناقصا واحد. الان انا عندي الف ثابته الكي 4 ويساوي لنا الف على 103، هنا أنا الف تقسيم 103 ويساوي لنا 0.99. الثرو اوت الانتاجيه هنا أنا طلاب هنا تعتمد هنا على هاي القاعده مالته، بس اخر شيء يقول لك الان على هنا البريود اوف تايم. طبعا هنا بالنسبه للان اللي طلعتها هنا بال هاي نفسها بالافشنسي، ترمز الان هنا الافشنسي. فايش قد طلعتها 0.99 على البريود اوف تايم، هو احنا اخذناها البريود اوف تايم هي 60 في 10 ناقص 9، فتقسم 60 0.99 على 60 تطلع هذا الرقم في 10 الاس 9 وليس ناقص 9 عليا راح ترفع فوق. فهذا بالنسبه للتاسك. هسه هذا خلصنا السؤال، هذا اذا طلب من عندك، هذا انا طلعت اربع شغلات، بس تحتاج ان تتذكر القوانين مالته ويكون تطبيقه مباشر. هسه شوف هنا determine the number of clock cycle stake process 200 هنا أنا takes، هذا طبعا للان segment pipeline، هذا نعرفه بان هو شنو، هذا بالنسبه للكي على القاعده مالتنا كي زائد ان ناقصا واحد. الكي منطيك اياه هو 6 زائد ان هو منطيك اياه 200 ناقصا واحد ويساوي لنا 250 cycles. انتبهوا على هذا السؤال.
يريد من عندك هنا what is the maximum speed up that can be achieved. فقط يريد الماكسيمم. نفس السؤال القديم لكن هناك شنو اختلف؟ طبعا هو انطاكية ال TN. TN هو انطاكية to process a task هو 50. ال K مالتك هنا منطاكية 6 و time period هنا 10 وال N هنا منطاكية 100. هنا شنو تحتاج؟ تحتاج فقط الماكسيمم. تعرف القانون مالتك. القانون مالتك هو شي يقول؟ يقول هنا الاس ماكسيمم هو يساوينا هنا يساوينا تي ان على التي بي. تي ان على التي بي. التي ان هو شقد انطاكيا؟ انطاكيا شقد؟ 50. 50 نان سكند في 10 ناقص 9 ثابته. وايضا التي بي انطاكيا شقد؟ انطاكيا 10. انطاكيا 10 في 10 في ناقص 9 هنا هاي تروح وياها، ف 50 على 10 تنطيني 5. بالنسبه لسبيد اب ماكسيمم هو عندنا 5. لربما يجي لك سؤال طبعا يطلب من عندك يعني مثلا الاكسكيوشن تايم، يطلب من عندك السبيد اب، الافشنسي والثروبوت، وبعدها يطلب من عندك الماكسيمم. فالماكسيمم انت عندك التي ان، احنا حصلناها التي ان، والتي بي هي موجوده عندنا. هاي بالنسبه لل يعني هسه مثلا هذا هنا هذا تي ان نقدر نحصلها احنا من هنا، هو الكي في التي بي. الكي في التي بي طبعا هناك منطقية هو كامل المنطقية 50، فما يحتاج ان تطلع التي ان، بس اذا ربط السؤال كله يحتاج ان تخرج التي ان. طبعا هاي بالمختصر للشابتر الخامس وهو اخر شابتر، وان شاء الله اللي عنده اي سؤال او استفسار نقدر نعيده بالمحاضرة القادمة. اتمنى لكم التوفيق ومع السلامة.
بي هذا طلاب، هذا البي نانا. على البي انت تجي تنزل ارقام، شوف ايش قد عندك هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 في 4 راح يطلع لك عندك شنو رقم 32، راح يطلع عندك 32. تجي هنا هذا الرقم نفسه راح يجي عندك هنا هذا على هذا الرقم 32، فتجي نفس الحاله هنا شنو عندك رقم، ايش قد عندك هنا رقم 16، وين رقم 16؟ تجي تحسب هنا 1 4 8 12 16 1 2 3 4 شنو رقم؟ رقم صفر نزله، رقم صفر. شنو اللي ورا؟ 7. تجي وانا رقم 4 5 6 رقم 7 شنو رقم؟ صفر. فاجي نزل هنا الفاكشن، نزل هذا الفاكشن، نزل هذا الفاكشن كمله، وراها طلع مال كل المصفوفه نزلها على بس يعني باستخدام الاس بوكس، باستخدام الاس بوكس. وراها اجى سوى، انتبهوا عليها هاي، ورا ما طلع هذا الناتج هذا الفاكشن مالته، اجى قال جمع هذا، شوفوا طلاب جمع هذا مالت الفاكشن اللي طلع عنده هنا، عنده هنا ايش قال؟ قال الال زيرو، الال زيرو وينه؟ هنا عندنا مين جا؟ 1 1 0 0 1 1 0 0. نرجع على البدايه، احنا مو طلعنا هنا ال زيرو، هذا ال زيرو اذا تتذكرون هنا قسمناه انقسمين على الاي بي 1 1 0 0، اجى اخذ نفسه، اجى اخذ نفسه، اجى نزل هنا هذا، نزل الاي بي هنا زائدا زائدا هذا الفاكشن اللي طلع عنده 0 0 1 0 هذا هنا. هسه ايش سوى؟ سوى عمليه اكس اور بين الال زيرو، بين الال زيرو وبين الفاكشن اللي اخر شيء طلع عنده هنا هذا 0 0 1 0. شوف عاد استخدم عمليه اكس اور، هنا 1 1 0 0 هنا، فاجى هنا سوى عمليه اكس اور 1 و0. شوف هنا طلاب 1 و0، 1 و0 سوى عمليه اكس اور 1 و0 هنا 1، 1 و0 1 هنا، النوب عندك 0 ب 1 1، 0 ب 0 0. اللي بعده نفس الحاله، سوى اكس اور للكل بين الال زيرو اللي الناتج مالته زائد الفاكشن اللي احنا طلعناه هسه بعد الاس بوكس، بعد الاس بوكس، بعد الاس بوكس، وطلعت عندنا هنا الناتج النهائي هذا. هذا شنو طلاب؟ هذا شنو عندك هنا؟ هسه احنا حاليا طلعنا شنو؟ طلعنا الار 1، يعني هاي بعد هاي كل هاي العملية صارت عندنا شنو؟ صارت عندنا الار 1. انا قبل طلعت الال 1، شوف هسه هنا عندي هذا، شوف الال 1 طلعته هنا عندي 1 1، والار 1 انا عندي بيه المشكلة اللي هاي كل هاي الفقرات نسويها. طلعت اخر شيء عندي هنا هاي بالنسبه للال 1 والار 1. جيت الال 1 جبت العناصر مالته هذا، شوف هذا الال 1، هذا الال 1، هذا الال 1 هنا، هذا الال 1 جبت النتائج مالته كلها، يبدو 1 1 4 صفاره نزلتهن هنا هاي 1 1 صفاره كلهن نزلتهن هاي المن هذا للليفت، وجبت الرايت، الرايت وينه؟ هذا هذا النتيجه اللي طلعتها بالاخير، هاي هاي النتيجه هنا هنا
هذا جمعته وين؟ ويا الألوان اللي أنا طلعته، فصار عندي الآن الألوان والأروان أجمعهم واحد، راح يصير عندي الألوان والآر ون. هاي كملت آني راوند واحد، طبعا هو بالسؤال إيش رايد؟ راي 16، يعني أنا 16 مرة أعيد نفس هاي الحالة، أعيد 16 مرة نفس هاي الحالة. شنو اللي يحتاج هنا أنا؟ طبعا هنا أنا بعد ما كملت آني هسا طلعت ال هسا ال R2، هسا ما اريد اطلع انا ال R2، وين اروح؟ اروح وين؟ على ال R1، ال R1 وال R1. هسا اريد اطلع ال R2 اروح على ال R1 وال R1، فاقول هنا أنا نفس الحاله مو بكتها احنا ال R1 يساوي لنا ال R0. هسا ايش راح يصير؟ ال R2 ايش راح يصير؟ راح يصير لنا ال R2 راح يصير نفسها هي ال R1 احنا اللي طلعناها هنا. اظل استمر الى ما اصل رقم 16، هنا أنا. بعد ما اكمل هنا أنا. هذا الال 16 والار 16، بالال 16 والار 16 يقول لك فقط اخر كي انا اللي استخدمه اروح وين؟ اروح عندي اخر شيء طبعا هنا انا ايش راح يصير عندي؟ اخذ الانفيرس الاي بي انفيرس اللي هو ايضا ام ينطيك اياه بالسؤال. هو هنا انا الاي بي انفيرس، هذا الاي بي انفيرس هنا أنا. اخر شيء هذا اخذه بعد ما اطلع ال ال 16 والار 16 اطلع الاي بي انفيرس. هذا شوف الار 16 والار اجمعهم مره واحده واخذ الاي بي انفيرس نفس الحاله على المصفوفه مالتي، على المصفوفه اقسمها واشوف الرقم صفر ورقم واحد شنو يساوي لنا واجي اكتبها على الاي بي انفيرس ان شاء الله. طبعا بقت عندنا الاس بوكس، اكو بيها خربطه هنا بس اشوف الصحيحه مالتها وان شاء الله احل لكم اياها مره اخرى يعني. بس باكر عندكم شيء طلاب؟ احد عنده شيء باكر عندكم محاضرة ويا حد الأساتذة باكر؟